مساء الخير طلاب الصف السادس الاعدادي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونون بخير ومكملين بالوحده الاولى. اليوم راح نحكي عن الدرس الخامس. قبل لا ابدا وقبل لا اقول لكم اي شيء، هذا يجيكم بقواعد الاختيارات اللي هو السؤال الثاني فرع بي. راح نحكي عن المعدود وغير المعدود، شنو المعدود وشنو غير المعدود. عندنا اربع ادوات اللي هم many و few، هذول يجون ويا الاسماء المعدوده. much و little، هذول يجون ويا الاسماء غير المعدوده. زين، هو شنو المعدود وشنو غير المعدود؟ المعدود باختصار، اذا انت طالب يحب معنى، اذا عندي معدود، هذا المعدود شنو؟ المعدود نوعين، يكون يا اما اسم ياخذ اس، يعني مثلا شنو اسم اقدر اعده، اقول 1 cat 2 cats، هذا شو اعتبره؟ اعتبره معدود لان اقدر اضيف له اس. يعني مميزات الاسم المعدود ايش ياخذ؟ ياخذ اس. هذا اول شيء اميز به المعدود. الشغله الثانيه شيء يكون جمع شاذ، يعني هسه مثلا هاي فيت كان اصلها شنو؟ اصلها فوت. التوث مثلا هذا مفرد، اريد اسوي جمع راح يصير تيث. مثلا عندي هنا people، هذا بالاصل هو شنو؟ بالاصل هو person، بس الجمع مالته شو يصير؟ يصير people. فهذول كلهم اسماء شنو؟ اسماء جمع. يعني مثلا man هذا رجل، رجال هذول من بالاي، ومن نفس الحاله، هاي ومن يعني مره واحده، من اقول نساء اقول women، راح اضيف مكان الاي اي. وهنا عندك child يعني طفل واحد، من اقول children يعني اطفال. يعني باختصار الاسم المعدود هو شنو؟ يا اما اسم ياخذ اس بنهايته، يا اما يكون جمع شاذ. فانت اذا لقيت جمع شاذ او لقيت اسم بي اس بالاختيارات ايش تختار؟ تختار يا اما افيو يا اما ماني. هو الاختيار شلون يجيك؟ الاختيار يجيك لو تختار بين افيو والتل، يا اما بين ماتش وماني، وهسه راح نشوف بالوزاريات. هنا عندنا ملاحظه صغيره، يقول افيو ما تجي ويا النفي، تجي دائما ويا من؟ ويا الجمل المثبته. ممكن تجي ويا السؤال احيانا، ما اعرف اذا التصوير واضح يمكم او لا، اعتقد واضح هسه. زين، هنا عندي ماتش والتل. الماتش والتل هذول يجون ويا غير المعدود، يعني ايش بيها؟ يعني اسماء ما تاخذ اس. مثل ايش؟ مثلا فروت، ورك، سليب، جوس، سبيس، اورنج، اورنج جوس، ها كلها اسماء ما تاخذ اس. وهنا عندك ليتل ما تجي ويا الجمل المنفي. فباختصار احنا لما نريد نختار بين ماني وماتش وبين افيو وليتل، اذا لقينا اسم ماخذ اس او جمع شاذ نختار ماني وافيو. اذا لقينا لا اسم ما ماخذ اس، ايش راح نختار؟ راح نختار ماتش وليتل. عندنا هناك بعض الاسماء ممكن تصير جمع وممكن تصير معدود وممكن تصير غير معدود. اذا اخذت اس فهي تعتبر معدود، اذا ما اخذت اس تعتبر غير معدود. مثلا work معناها عمل بشكل عام، works معناها اعمال، مثلا اعمال شاعر، اعمال كاتب، هاي اقول works. time معناها الوقت بشكل عام، من اقول times معناها مرات، هنا صارت معدود فاختار لها لو افيو لو من. sport معناها رياضة او تمارين رياضية، يعني رياضة بشكل عام، من اقول sports يعني انواع رياضات مثلا basketball baseball وهكذا. نفس الحالة ويا exercise، exercise يعني تمرين بشكل عام، لما نقول exercises يعني أنواع التمارين، مثلا شناو، شناو بطن وهكذا. sleep معناها نوم، من أقول hours sleep ساعات نوم، هنا صارت معدود. نفس الحالة لما نقول orange juice عصير برتقال، هذا شيء يعتبر غير معدود الجوس، فبالأورنج ما أخذت S، لكن لما نقول oranges برتقال هذا جمع، ايش ماخذ؟ ماخذ اس. فانتبهوا لنزين، اذا اخذوا اس هذول يعتبرون معدود، اذا ما اخذوا اس يعتبرون غير معدود، هذا بشكل عام. فانت بالاختيارات ايش عندك؟ عندك طريقه بسيطه خلي اشوفكم اياها، هي هاي. اذا لقيت اسم ماخذ اس او جمع شاذ من ذني، ايش راح تختار؟ ماني وافيو. عدا ذلك ايش راح تختار؟ راح تختار ماتش والت. اوه ابوك الله يرحمه، هذا كل الموضوع وكل تعقيدات. نجي مثلا هنا عندنا امثله وزاريه راح نختار من خلالها. اجي هنا مثلا عندي بالمثال الاول مباشرة باولي على ما بعد الاختيار، وانت راح تختار الاختيار الصحيح بدون اي تعقيدات. خلي اشوفكم قلم تأشير. هذا مثلا اجي هنا عندي هسه اولا عندي كلمة اكسرسايز، ماخذ اس ما ماخذ اس، معناها تختار ماني لو ماتش، راح اختار ماتش غير معدود. زين، هنا عندي كلمة اورنجز برتقال ماخذ اس، فاختار ليتل لو افيو، اكيد ايش راح اختار؟ راح اختار فيو. وهنا عندكم شفتوا هنا خلي اشوفكم هاي الطريقه،
خلي ارجع له، خلوها وياكم. هنا قلنا اذا اسم ماخذ اس او جمع شاذ ايش نختار؟ a few many. هنا ايش لقينا؟ طبعا كلمه مور تعبرها تروح وين؟ على اللي بعدها. هاي ملاحظه مخليها يمك، اذا لقيت كلمه مور تعبرها على اللي بعدها. عندنا اورنجز اسم ماخذ اس، ايش اختارينا له؟ اختارينا له few. زين نجي هنا مثلا سبيس ماخذ اس ما ماخذ اس، معناها ايش راح نختار له؟ راح نختار لو ماتش لو اليتل. هو ايش منطينا؟ منطينا اليتل، فراح نختار اليتل. زين there isn't هنا نفس الحالة، عندنا كلمة space نفس الحالة، شو راح نختار؟ much low money. كلمة space ما ماخذة s، فش راح نختار؟ هنا راح تختارون much. اجي هنا مثلا عندي meals اسم ماخذ s، اش تختار؟ low money low much. وش منطيني؟ منطيني money. زين اجي هنا عندي مثلا people اش يعتبر؟ يعتبر جمع شاذ، مو صح لو لا؟ فمعناها اش راح تختارون؟ راح تختارون money لانه جمع شاذ. عندي fruit هذا شو يعتبر؟ غير معدود، فش راح تختارون؟ راح تختارون a little. زين وهنا البقية نفس الحالة، يعني ما أعرف إذا هسه واضحة يمكم أو لا، بعد صارت واضحة. هاي حليناها، أي حليناها، خلوا هاي القاعدة يمكم. how much أو many time، هنا عندي time ماخذ s لا، جمع شاذ لا، معناها شو راح تختار؟ low much low a little. هنا إيش عندي؟ عندي much. هنا إيش عندي؟ عندي time ماخذ s، معناها ايش راح اختار؟ راح اختار ماني، لانه لما اخذت اس ايش صارت؟ صارت معدود. هاو ماتش سليب، هنا عندي ماتش سليب، ليش؟ لانه السليب لا شنو؟ لا ماخذ اس ولا جمع شاذ، معناها ايش راح تصير؟ راح تصير سليب. هنا عندي اورز سليب اخذت اس، صح لو لا؟ فايش راح نختار؟ راح نختار ماني. هنا عندي اورنج جوس عصير برتقال، عصير برتقال ايش يعتبر؟ يعتبر غير معدود، الاورنج ما ماخذ اس، معناها ايش راح اختار؟ راح اختار الت. ربكم الله يرحمه. وهذا كل ما في الموضوع بالنسبه الى المعدود وغير المعدود. وهسه خلي اشوفكم بالملزمه شلون يصير شكل السؤال او الوزاريات وباقي الاشياء، لانه الطلاب اللي عندهم ملزمتي بالنسبه للوزاريات خلي يقرون عليها كل زين، لان انا نزلتها بالتليجرام. بالنسبه الى التمارين اللي موجوده عن هذا الموضوع، عندكم تمرين صفحه 13 وايضا صفحه 13 تمرين سي ودي. هنا تختار بين money و much، وهنا تختارون بين a few و a little. فهنا شوفوا شو عندنا، هنا كل نفس تقريبا. هسه food مثلا، food غير معدود، فاختارينا much. apples ماخذ s اختارينا money. meals ماخذ s اختارينا money. هنا sleep ما ماخذ s اختارينا much. exercise ما ماخذ s اختارينا much. hours ماخذ s اختارينا money. هنا time ما ماخذ s اختارينا much. times ماخذ اس اختارينا ماني. فهي عبارة عن معدود وغير معدود. هنا يقول لك تختار يا اما little يا اما few. هنا عندي people معدود فاقول a few. work غير معدود اقول a little. هنا عندي minutes معدود اقول a few. هنا عندي orange juice عصير برتقال غير معدود اقول a little. هنا عندكم كلمة money تعتبر غير معدود، غير معدود عفوا، فنختار شنو؟ a little. هنا عندي times تعتبر معدود فأخذنا a few، وهنا عندي space يعتبر غير معدود أخذنا a little، وهنا عندكم oranges أخذنا a few لأنه معدود. وهاي بالنسبة إلى الأسئلة الوزارية اللي جاية عن هذا الموضوع، وأتمنى التصوير واضح يمكم. هنا أعتقد هسه التصوير واضح، ما أعرف إذا كان واضح بالبداية أو لا، بس أعتقد هسه واضح بالنسبة لكم، بالنسبة إلى الأمثلة والتمارين أيضا. أي أعتقد واضح هسه. زين هنا نجي، هنا عندكم بعد مجموعة من الأسئلة الوزارية أيضا، هنا تشوفون نفس الحل، يعني تتباوع على بعد الاختيار وتشوف إيش ماخذ. ماخذ S معناها معدود، ما ماخذ S معناها غير معدود. تختار يا أما تختار بين much و many وبين a few و a little. وبالنسبة للناس اللي يردون هاي الملزمة فراح تلقوها بقناة التليجرام، نشرتها قبل يومين. زين نجي هنا، شنو عندنا بعد بالدرس الخامس؟ الدرس الخامس بعد عندنا بي موضوع ال for keeping healthy اللي هو اعطاء جملة امرية. يا جماعة هذا الموضوع مهم جدا، مهم جدا جدا. شلون مهم؟ هذا كل سنة يجي من عنده يقول لك هذا صيغة السؤال use an imperative to give advice. وشوف السنوات الوزارية كلها كل سنة تجي نقطة من هاي، انت ايش تحفظ؟ تحفظ هاي النقطة اللي موجودة بالاحمر وتاخذ لك كلمة منها دليل عليها حتى تعرفها. يعني لما تجيب السؤال مثلا راح يجيب لك an average of 8 hours a night about right، يقول لك متوسط 8 ساعات في الليلة مناسب جدا،
احفظ لي كلمة 8 hours، شنو الشيء اللي لازم تسويه 8 ساعات باليوم؟ هو get enough sleep، اخذ قسط من النوم بشكل كافي. زين، هنا عندك كلمة eat يعني ياكل. طبعا اللي ترجمة كاملة هاي الترجمة الكاملة مالتهن يعني، وهاي اللي تحت الخط هي هاي اللي بالاحمر. فهنا من يقول لك كلمة eat يعني اكل، هنا نفس الحالة بايش بادية؟ eat a balanced diet يعني اكل بنظام غذائي متوازن. فانت بدل ما تروح تحفظ الجملة كلها والمعنى، احفظ لك كلمة تعتبر دليل. هنا عندك كلمة meal يعني وجبة، منو هي الوجبات؟ لو breakfast لو lunch لو supper. هنا هسه شو عندنا؟ عندنا breakfast، فيقول لك لا تضيع الفطور. فش راح تقول؟ كلمة meal هي الدليل، يعني ايش عندي؟ عندي وجبة. فاقول never miss breakfast، لا تفوت وجبة الافطار. عندي sport يعني رياضة، فشنو؟ take some exercise every day، اخذ بعض الرياضة او قم ببعض الرياضة كل يوم. وهنا عندنا كلمة sport معناها رياضة، وهنا عندنا هاي دليل على انه لازم نستخدم هاي الجملة الامرية. فهذن اللي بالاحمر تحفظهن، راح يعطيك اللي بالاسود انت تكتب اللي بالاحمر. شلون تعرف هاي الجملة؟ تعرفها من خلال الكلمات المفتاحية. عندنا هنا رقم 5 مثلا a litter، شنو عندنا اللتر؟ يعني مي، مو صح؟ فنقول drink plenty of water، اشرب كمية كافية من المياه. زين، عندي هنا مثلا teeth يعني اسنان، see the dentist، وانت من تشوف طبيب اسنان يعني علي من تشوفه غير على مود سنونك، لعل على مود راسك مثلا، مو صح لو لا؟ فمن يشوف كلمة teeth يعني شوف طبيب اسنان، see the dentist for regular checkups، شوف طبيب الاسنان على مود فحوصات دورية بشكل منتظم. زين، تي از بيتر، يقول الشاي افضل. شاي افضل منين؟ اكيد افضل من القهوه. فمن يشوف الشاي افضل يعني افضل منين؟ افضل من القهوه. فتقول دونت درينك تو ماتش كوفي، لا تشرب قهوه هوايه. زين، جيفينج ات اب يعني تتخلى عنها. وعندك ايضا كلمه دكتور، ليش تشوف دكتور؟ حتى يخلصك من التدخين. فنقول دونت سموك يعني لا تدخن او اقطع التدخين. Once a year يعني شنو الشيء اللي لازم تفحصه مرة بالسنة؟ عيونك، مو صح؟ فنقول look after your eyes، اعتني بعينيك. زين، هنا عندك كلمة medication يعني علاجات، فشنو نقول؟ be safe when you travel، احرص ان تكون بأمان عند السفر. هذا بالنسبة الى موضوع الجمل الأمرية، وهاي الصيغة عليهم بالوزاري. اللي يحب هو يحل بنفسه، هاي an average of 8 hours a day and brush your teeth 3 times a day. The most important meal of the day, at least a liter and a half. Get them tested once a year. Tea is better for your heart and even can lower your blood pressure. ورا ما تكمل قراية الموضوع، حاول تحل ذهني وخليني بخانة التعليقات. ولهنا نكون وصلنا لنا الفيديو اليوم اللي هو الدرس الخامس بالنسبة إلى الوحدة الأولى. شكرا للمشاهدة، بشوفكم الفيديو القادم إن شاء الله. بس مو تروحون هيك، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات حتى ما يفوتكم أي شيء جديد. شكرا للمشاهدة مرة ثانية. شكرا، الفيديو القادم إن شاء الله.